قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل تتوسع بشكل غير مسبوق والمخاوف من حرب مفتوحة على جبهة لبنان تتزايد بشكل مضطرد صواريخ حزب الله بلغت أبعد نقطة في شمال إسرائيل منذ بدء حرب غزة وسادفت مواقع عسكرية شمالي مدينة عكا على بعد ثمانية عشر كيلومترا عن حدود لبنان في المقابل تواصل إسرائيل اغتيال مسؤول حزب الله ودك مواقع الحزب جنوب لبنان بعد أن كانت وسعت قصفها وسادفت أكثر من مرة مدينة بعلبك على بعد 100 كيلومتر من الحدود وفيما تضغط أزمة نزوح عشرات ألاف المستوطنين من شمال إسرائيل على حكومة نتنياهو بحسب المواجهة العسكرية مع حزب الله أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي اف أنه تم القضاء على نصف قادة حزب الله وأن الفترة المقبلة ستكون حاسمة ماذا قصد جالنت بالفترة الحاسمة؟ ماذا يعني بأن تكون مناطق شمال إسرائيل ومناطق جنوب لبنان خالية تماما من السكان وهي أشبه بساحة حرب مفتوحة؟ نتابع في القراءة الاستراتيجية والسياسية من القدس مع محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كناعنة ومن مرجعيون جنوب لبنان الزميلة دارين الحلوي مراسلة سكاي نيوز عربية في الميدان أبدأ معك نضال تحذير جالنت إخلاء هذه المناطق منذ أشهر طويلة واشتداد اليوم العمليات والاغتيالات الاسرائيليه وتوسيع حزب الله الضربات وصولا الى عكا كيف يمكن الربط بين كل هذه التطورات نعم روبير يعني أولا وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن أن الجهد القادم سيتم التركيز فيه على اغتيالات للقادة في حزب الله، هذا ما قاله أثناء جولة له على مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي ولقائه بكبار الضباط في القيادة الشمالية. بالنسبة لإسرائيل ربما هي تصعد الآن، هي تريد هذا التصعيد في هذه الفترة. أولا الهدوء على جبهة غزة، الهدوء النسبي على جبهة غزة يتيح لإسرائيل التصعيد على الجبهة الشمالية في محاولة أولا ربما لفك الارتباط بين الجبهتين وممارسة المزيد من الضغوط على حزب الله ثانيا هنالك الضغوط الداخلية الشديدة على الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بعد إخلاء نحو مائة ألف من سكان المناطق الشمالية المناطق الحدودية في الفترة الأخيرة كان هنالك استطلاع رأي لسكان مثلا مدينة كريات شموني الذين تم إخلاءهم أربعين بالمئة من هؤلاء يقولون بأنهم لا ينوون العودة إلى المدينة وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية هذه كارثة إذا ما استمر الوضع هكذا وكلما استمر الوضع أكثر واعتاد هؤلاء النازحين من الحدود الشمالية على الحياة بعيدا عن الحدود وبدأوا بأعمال جديدة فإنه على الأغلب لن يعودوا إلى هذه المناطق وهذا لا تقبل فيه به الحكومة الإسرائيلية ولا تستطيع أن تقبل به الحكومة الإسرائيلية ومن هنا يعني هذه الضغوط الداخليه السياسيه والشعبيه على الحكومه تزداد ضربات الحكومه او الجيش الاسرائيلي لحزب الله تزداد الضغوط الاسرائيليه يعني يتم تحويل الضغوط الداخليه الى ضغوط على حزب الله ثم ان المواجهه الاخيره بين اسرائيل وايران والوصول الى وضع ربما هادئ بين الطرفين او الى تفاهم بين الطرفين دا. فهمت منه اسرائيل بان ايران لن تدخل المعركه مباشره هذا يتيح لاسرائيل مزيد من الضغط ثم أن حزب الله والآخر يزيد من ضرباته ضد اسرائيل بعدما وصل الى نتيجه ربما ان فهم اسرائيل الى انه لن يدخل في حرب مفتوحه ادى الى مزيد من م. الضربات م. عليه وبالان هو يحاول اقناع اسرائيل بان يعني فهمها انه لن يدخل الحرب غير صحيح تماما دارين اغتيالات اسرائيليه لقادة في حزب الله هذا ما قاله وزير الدفاع ولكن ايضا من تغتال اسرائيل في منظومة حزب الله وقواته الجوية والدفاعية فيما تبدو المناطق حيث أنت الآن تجولين دائما على هذه المناطق وتنقلين لنا عبر ملف اليوم كيف يمكن أن تصفي لنا ساحة هذه المعركة ربطا مع الاغتيالات وضرب حزب الله لعمق إسرائيل طبعا عندما يتحدث وزير الدفاع الاسرائيلي ويقول ان ان اسرائيل اختلت نصف قياديين نصف قيادي حزب الله فهذا تصريح لافت ويمكن ان يفسر ربما حرص حزب الله في الاسابيع الاخيره على السعي من خلال هجماته التي اختارها ودرسها ربما بعنايه ودقه من اجل وقف مسلسل الاختيالات احد اهم اولويات حزب الله اليوم هي هو وقف مسلسل الاختيالات لا شك ان اسرائيل لم تراعي في اغتيال لا الاعتبارات السياسيه ولا الامنيه ولا حتى الجغرافيه في ملاحقه وطبعا اغتيال مسؤولي حزب الله، وان كانوا في الاونه الاخيره بمعظمهم ينتمون الى الوحده التي تعمل بسلاح الجو وسلاح الدفاع الجوي لدى حزب الله، لانها تضررت كثيرا من هذا السلاح، خصوصا المسيرات التي عجزت الرادارات الاسرائيليه والقبه الحديديه عن اعتراض الكثير منها، وتمكن حزب الله كما حصل في عرب العرامشه من تحقيق اصابات كبيره. وخسائر فعلا كبيره بحسب ايضا الاعلام الاسرائيلي عندما اصيب اكثر من 19 جنديا اسرائيليا في الهجوم المركب الذي استهدف عرب العرمشه قبل اسبوع وحتى بالامس وصلت المسيرات الى شمال عكا هذا امر ليس تفصيلا روبير الوصول الى شمال عكا ضرب حزب الله في عمق الشمال الاسرائيلي لا شك انه يعني ادى الى هزه كبيره يفترض انها لدى الجانب الاسرائيلي خصوصا وان الوصول الى شمال عكا سوف يحمل المزيد من اللاجئين الى الملاجئ الاسرائيليه وهذا ما لا يمكن لاسرائيل ان تحتمله بعدما طبعا نزح كل سكان القرى الحدوديه في شمال في هذه القراءه عبر ملف اليوم الزميله دارين الحلوي مباشره من مرجع يوم من جنوب لبنان ومن القدس محرر الشؤون الاسرائيليه في سكاي نيوز عربيه نضال كناعنه. هل باتت الحرب المفتوحه بين اسرائيل وحزب الله اللبناني وشيكه اكثر من اي وقت مضى؟ كل التطورات تستدعي هذا السؤال فالمواجهه بين الجانبين تجاوزت بنحو كبير الضربات الروتينيه المتبادله عند الحدود. هذه المره استهدف حزب الله نقاط للجيش الاسرائيلي في شمال مدينه عكا داخل اسرائيل وتبعد اكثر من 15 كيلومترا عن الحدود اللبنانيه وهذه ابعد نقطه تصل اليها نيران حزب الله منذ بدء حرب غزه بنك اهداف اسرائيل في الجغرافيا اللبنانيه يكسر بدوره قواعد الاشتباك مع حزب الله فقد لاحق الجيش الاسرائيلي قياديين في الوحده الجويه للحزب الى عمق جديد في قضاء الزهراني وشمال مدينه صور وشهدت الأيام الثلاثة الماضية استهدافات متتالية لأعالي منطقة جزين والتي تبعد أكثر من 35 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية لا يزال تركيز إسرائيل منصبا على اقتناص قادة حزب الله في الميدان خاصة كما أشرنا في المنظومة الجوية التابعة للحزب وسط كل هذه التطورات تحدثت مصادر لبنانيه عن مفاوضات بين اسرائيل والولايات المتحده تسعى من خلالها اسرائيل الى انتزاع ضوء اخضر امريكي لتوسيع نطاق استهدافاتها لحزب الله داخل الاراضي اللبنانيه. لا يمكن للمستوطنين الاسرائيليين العوده الى مستوطنات الشمال من دون احداث تغيير في الواقع العسكري، وعدد من رؤساء تلك المستوطنات فقدوا صبرهم حيال وعود نتنياهو الفارغه كما قالوا. مما يجبر الحكومة العسكرية إلى حسم المواجهة ضد حزب الله وفق مصادر إسرائيلية كل المعطيات تشير إلى أن التصعيد بين الجانبين بات عند أقرب نقطة من الحرب المفتوحة فيما يبدو أن فرص تبريد هذه الجبهة باتفاق ما تضيق أكثر فأكثر متابعة معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير أهلا بك أستاذ قصير تقرع طبول هذه الحرب منذ الاسابيع الاولى لبدء حرب غزه بعد السابع من اكتوبر ولكن هذه الايام والايام الاخيره الاغتيالات تتضاعف وايضا الضربات من قبل حزب الله في العمق الاسرائيلي. هل ستمنح الولايات المتحده هذا الضوء الاخضر؟ هنالك استحاله زيارات هوكشتاين متتاليه واي موقف مطلوب من الحكومه اللبنانيه امام تصعيد حزب الله؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام نعم كما أشرت هناك تواصل ما بين الأمريكيين والإسرائيليين للبحث في الوضع على الجبهة الجنوبية في لبنان وكما أشرتم بحسب مصادركم هناك مصادر من واشنطن تشير إلى أن الإسرائيليين يتجهون إلى توسيع دائرة المواجهات في جنوب لبنان لكن هذا الأمر مرتبط بما سيحصل في جبهة رفح هناك معلومات تقول ان الجبهه الجنوبيه في لبنان لن تتوسع الا بعد حسم المعركه في رفح، لانه في حال بدا الاسرائيليون معركه في رفح لا احد يستطيع ان يحدد مسار الامور، في حال نجح الاسرائيليون بحسم المعركه في رفح يمكن ان يتوجه لتوسعه الجبهه في جنوب لبنان، اما في حال لم ينجح الاسرائيليون في معركه رفح اظن ان المواجهه في جنوب لبنان ستبقى ضمن الحدود الحاليه، وما اشار اليه وزير الدفاع الاسرائيلي هو محاوله نوعاً لتهيئة لأنه في حال إسرائيل لم تتوسع أنها نجحت في القضاء على عدد كبير من كوادر حزب الله وهذا أحد أهداف إسرائيل في المرحلة المقبلة أن يقضي على القوة العسكرية لحزب الله والمنطقة الجنوبية الحدودية بدون الذهاب إلى معركة واسعة هذا التصريح قد يدفع بهذا الاتجاه لكن تقديري أنا برأيي الأمور مرتبطة بما سيحصل في رفح على ضوء المعركة التي إذا حصلت في رفح ونتائجها سنكون أمام مرحلة جديدة لها علاقة بجبهة الجنوب لبنان لم تجبني أستاذ قاسم على النقطة المتصلة بتوسيع اليوم قواعد الاشتباك أو أهداف من قبل حزب الله لم يحصل ذلك في السابق كان هنالك تهديد على لسان أمين عام حزب الله حسن نصر الله ولكن استهداف عكا في قراءة إسرائيلية وفي قراءة استراتيجية يعني ربما استهداف نقاط أبعد أو أنها رسائل إيرانية؟ يعني هذا استهداف له هدف أساسي لإرسال رسالة لإسرائيل أن أي توسع للجبهة حزب الله سيتجه إلى توسعة الجبهة ولن يكون لديه خيار آخر وأن لحزب الله حتى الآن لم يظهر ما لديه من أسلحة الملاحظ من يراقب المعركة منذ الثامن من أكتوبر إلى اليوم أن حزب الله يسعى دائما لتظهير نوع جديد من الاسلحه كل فتره لارسال رسائل اسرائيل، انا برايي ليس الموضوع له علاقه بايران لأن المعركه ما بين ايران واسرائيل لها حدودها وظروفها وحصل ما حصل في الايام الماضيه، لكن المعركه ما بين حزب الله واسرائيل مرتبطه اولا بحجم الاستهداف الاسرائيلي للبنان سواء على مستوى الاغتيالات او المناطق المدنيه كما حصل امس في بلدة حنين واستشهاد امرأة وابن ابنتها أو كما يحصل أحيانا باستهداف كوادر الحزب الله في مناطق متقدمة حزب الله يريد أن يقول للإسرائيليين أنه مهما عملتم نحن لازلنا لدينا القدرة على المواجهة وتوسيع دائرة الاشتباكات وأن كل الذي حصل لم يقضي على قوة حزب الله القتالية أو الدفاعية أو سواء حتى على مستوى في قراءة لطبيعة الاغتيالات إسقاط طائرات إسرائيل المسيحة اغتيال إسرائيل لقياديين في المنظومة الجوية التابعة لحزب الله هذا ما يحصل في الأيام الأخيرة ماذا عن إضعاف هذه القدرات وكيف يمكن أن تكون النتائج داخليا؟ يعني علينا أن نعترف أن إسرائيل نجحت باستهداف عدد من كوادر حزب الله لكن من يعرف قدرات الحزب سواء على المستوى البشري أو اللوجستي؟ يعني حزب الله لديه يعني حوالي 100 ألف مقاتل مجهزين ومدربين وهؤلاء يمتلكون يعني ما يسمى الجانب الإداري يعني من الكوادر والضباط أنا أظن طبعا الكوادر التي يتم استهدافها واضح أنها لها دور أساسي فيما يمكن تسميته المنطقة الوسطية بين القيادة العليا والمجموعات الموجودة على المحاور أو التي تنفذ عمليات هذه المجموعة تعتبر هي نوع من الصف الثاني في كوادر حزب الله لكن حتى الان معظم الكوادر التي استهدفت ليست من كوادر او ضباط الصف الاول او القيادات الاساسيه في حزب الله هذا طبعا لا ادري اذا كان تكتيك اسرائيلي من اجل ضرب ما يسمى الجانب الوسيط ما بين القياده الاولى والقيادات الميدانيه طبعا هناك اصابات واضحه وهذا طبعا ليس مخفيا لكن اظن ان هذا جزء بسيط من قدرات حزب الله وليس كما يدعي وزير دفاع اسرائيل ان نصف قوه حزب الله يعني حزب الله لديه قدرات لم تظهر حتى الان لا على المستوى الكوادر ولا على المستوى اللوجستي الكاتب والباحث السياسي المعروف قاسم قصير كنت معنا عبر ملف اليوم مباشره من سكاي نيوز عربية في بيروت يضاعف الوضع في شمال اسرائيل الضغوط على الحكومه الاسرائيليه لوجستيا وماديا فعدد من رؤساء مستوطنات الشمال يائس من وعود نتنياهو بشان تخصيص مليار دولار لضمان عوده المستوطنين النازحين الى بيوتهم واصدر بعضهم تهديدات فعليه ومواقف عاليه النبره بعوده المهجرين الى منازلهم وفق ارقام اسرائيليه فان نحو مئة الف اسرائيلي ما زالوا مهجرين من منازلهم شمالي القرى والمستوطنات شمالي اسرائيل. منذ بدء حرب غزه لم يعد اي من هؤلاء. وتشير التقارير ايضا الى ان السلطات الاسرائيليه اخلت 80 28 بلده حدوديه مع لبنان في ظل التصعيد المستمر مع حزب الله. وفق احصائيات اسرائيليه صدرت في فبراير الماضي فان نيران حزب الله الحقت اضرارا باكثر من 500 منزل ومبنى ومتجر في مستوطنات شمال اسرائيل. متابعه لتحذيرات وزير الدفاع الاسرائيلي ولقراءه في استهدافات حزب الله نرحب بضيفنا من القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو غانور سيد غانور بعد هذه الاغتيالات ماذا يعني توسيع الجبهات والاستهدافات من قبل الطرفين من حزب الله في العمق الاسرائيلي ومن اسرائيل داخل الاراضي اللبنانيه بعيدا عن الحدود القريبه. أعتقد أن الرغبة الإسرائيلية هي وضع حد لحرب الاستنزاف الدائرة منذ 200 يوم وإيجاد الحلول العسكرية من جهة والاستمرار في بحث المساعي السياسية لتسوية الخلاف السياسي الحدودي بين إسرائيل ولبنان وتمكين سكان كرة البلدين من العودة إلى ديارهم أعتقد أن هذه هي المساعي الجاريه بصفه عامه وبصوره خاصه. التصعيد الذي لاحظناه امس واليوم والذي بلغ ذروته اليوم بالغارات الجويه الاسرائيليه 14 غاره مكثفه على قريه واحده والتي تستهدف منشات حزب الله هي بمثابه خطه مدروسه سيد جنور المعارضة الإسرائيلية صحيفة عارض نقلت بأن المعركة الآن هي معركة برية في رفح جبهتين قد يعني تدفعان بشكل سريع إلى انهيار حكومة نتنياهو الحكومة العسكرية اليوم تواجه هذه الخطط تواجه الضغوط التي تحدثت عنها من قادة المستوطنات كل ذلك يضغط بشكل مباشر لا ضوء أخضر أمريكي هنالك استحالة بأن تفتح القوات الإسرائيلية جبهه في الجنوب مع رفح وجبهه في الشمال مع لبنان وهي ستقتصر فقط على هذه الاغتيالات والضربات المحدوده؟ نعم التركيز هو الان هو على جبهه الجنوب اي رفح وانطلاقا من هذه الرغبه وقد اقرت المشاريع العملياتيه بالنسبه لرفح وتم الاتفاق على اقامه غرفه عمليات اسرائيليه امريكيه مشتركه لمتابعه العمليات الحربيه عندما ستبدا وذلك لمنع الحاق الخسائر بالارواح بالمدنيين والعمل لا يزال جاريا لاقامه المناطق الامنه وتوفير اللوازم فيها هذا بالنسبه للجنوب ولتعزيز هذه الرغبه في الجنوب وصرف النظر او تقليص حده التوتر على جبهه الجنوب الشمال مع حزب الله فقد تقرر اليوم نقل لوائين من الجبهه الشماليه الى الجبهه الجنوبيه الى منطقه رفح وذلك بعد ان استكملها. التمارين القتاليه المختلفه وهذا مما يدل على مدى الاستعداد الاسرائيلي لمواجهه التحديات سواء في الجنوب اولا ومن ثم الانتقال الى الشمال مع حزب الله. اعتقد باننا في صراع مع الوقت حيث موضوع رفح من جهة ومن جهة ثانية المساعي الدبلوماسية الجارية لإيجاد حل لموضوع المخطوفين الإسرائيليين من أولا وثانيا المساعي الدبلوماسية الأمريكية الفرنسية لإيجاد حل أو صيغة وسط لحل موضوع الخلاف بين لبنان طيب. الضغط الداخلي زعيم المعارضة الإسرائيلية هاجم حكومة نتنياهو إن نتنياهو أسوأ شخصية سياسية عرفها تاريخ إسرائيل دعاه لإعادة سكان الشمال هذه أيضا ضغوط مباشرة سياسيا أهمية الحفاظ على الائتلاف الحكومي أولوية لدى نتنياهو إلى أين يمكن أن يتجه هذا الصراع السياسي وكيف سينعكس على الصراع العسكري على الأرض لا شك ان تغاضي الحكومه الاسرائيليه عن موضوع السكان المهجرين الاسرائيليين وعدم شملهم في اطار البرنامج السنوي للاعمار ضمن الخطه الحاليه والتي عرضت في نهايه هذا الاسبوع هي التي اثارت غضب سواء السكان أنفسهم وأيضا السياسيين الذين يحاولون تسليط الأضواء على عجز الحكومة الإسرائيلية من معالجة الوضع ولكن الائتلاف الحكومي لا يزال صامدا استطلاعات الرأي العام الأخيرة تشير إلى عدم تزعزع مكانة الائتلاف بل ربما هناك تزايد في قواه خاصة بالنسبة للأحزاب اليمينية المتشددة مع كل التداعيات مثل هذه السياسة ولكن هذا هو الأمر بالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة لا شك أن المساعي الأمريكية لضبط الأمر وضبط الوضع سواء على الجبهة الجنوبية في رفح كما ذكرت غرفة عمليات مشتركة وفي شمال مع حزب الله استمرار مساعي المبعوث الامريكي هوكشتاين في التوصل الى تفاهمات اسرائيليه لبنانيه لا تزال مستمره اي هناك ربما دائره مفرغه تدور فيها هذه المساعي ولكن الهدف هو هدف اي ربما ضبط الامور بقدر الامكان من جميع الاطراف ممكن أن نقول م. الجمود سيد نور في دقيقة واحدة سينتهي وقت حلقة في اليوم من ملف في الجنوب اليوم الحديث بأن إضافة إلى هذه الضغوطات على حكومة نتنياهو والانقسامات الضغط من قبل اليمين المتطرف وأيضا المعارضة هنالك ضغوطات شعبية تعود في عطلة نهاية الأسبوع يشتعل هذا الغضب الشعبي بين إيقاف الحرب إعادة المستوطنين إلى الشمال وبين الحسم إجابة مختصرة جدا من فضلك اعتقد ان لا يزال موضوع المخطوفين هو لا يزال يهتم جل اهتمام الراي العام الاسرائيلي بالدرجه الثانيه موضوع غلاف غزه وللاسف الشديد موضوع سكان شمالي اسرائيل النازحين هو الذي يحتل نهايه هذه القائمه الى ان تتغير المعادلات وربما نتيجه التج... الاشتباكات والمواجهات الدائره في الحدود الشماليه وتوسيع نطاق هذه العمليات قد يركز يعيد مرة ثانية الاهتمام على الوضع في الجبهة نعم. الشمالية ووضع سكان المهاجرين إلى داخل إسرائيل أشكرك جزيلا الشكر الكاتب والبحث السياسي شلومو جانور عبر بلف اليوم ونختم هذه الحلقة مع السؤال التالي الذي طرحناه عبر منصاتنا المشاركة لأكثر من ثلاثين ألف ثلاثين ألف شخص من يخسر في حال اندلاع حرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل جاءت الإجابة كالتالي 33% قالوا حزب الله سيخسر أما الرقم الأكبر 67% بأن الجيش الإسرائيلي هو من سيخسر في حال اندلاع حرب مفتوحة على جبهة شمال إسرائيل وجنوب لبنان بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة ملف اليوم غدا موعد جديد وملف جديد بامان الله